تطرق هذا اليوم التحسيسي إلى الوضع المائي الحرج بالسدود والمنشآت المائية بالجهة جراء انحباس الأمطار، بما أدى إلى تدني نسبة التعبئة إلى ما دون 20%، وبما أثر على مختلف المنظومات الفلاحية. الوضعية المائية في ولاية الكاف هي حاليا صعبة، تتطلب عناية خاصة باعتبار أنه انحباس الأمطار وتواصل فترة الجفاف أثرت على عدة مؤشرات، منها المخزون المائي في المنشآت المائية اللي تو في حدود 17% بالنسبة لولاية الكاف، منها تراجع مستوى المائدة المائية اللي في بعض الموائد وصل 59 متر انخفاض، وأثر على بعض الشبكات المائية للتزود بالماسة الحشرات. استعمال الوسائل المقتصدة في المياه والصيانة الدورية لشبكات مياه الري ومياه الشرب يرى المشاركون أنها تظل خطوات أساسية للحفاظ على الثروة المائية. دعوة خاصة توا احنا يلزمنا نخمو في المستقبل كيفاش، خاطر راهو وقت نحكوا على مياه الشرب راهو يلزمنا الفلاح يلزمو ينتج والدولة يلزم يكون عندها منتوج، خاصة وقت نحكوا على الخضر نحكوا على الحبوب، يعني يلزم هي المعادلة صعيبة لكن يلزم ثم تفكير على مستوى عاجل كيفاش نجمو يكون نربطوا بيناتهم الاثنين وهم الاثنين ما يختلفوش على بعضهم. كما دعا المشاركون إلى النظر في دعم مشاريع معالجة المياه المستعملة ووضع مشاريع جديدة تضمن استمرارية التزود بالمياه على غرار توجيه مياه الأسطح إلى المواجل وأحواض الري. الرجاء استغلال زاد البناءات العمومية لجمع المياه الأمطار واستغلالها للملاعب واستغلالها لإنتاج، كما أن بولاية الكيف فما محطات تطهير لم يتم استغلالها على الوجه الأفضل، وإحنا ندعو استغلال هذه المحطات للمياه المعالجة للحفاظ على المياه الباطنية واستغلال المياه على الوجه الأفضل. طالبوا أنهم يستعملوا الأدوات المقتصدة وترشيد استهلاك الماء، الكل الفلاحة ماذا بينا يمشوا للزراعات اللي احنا حاجتنا بها تو حاليا اللي هي استراتيجية وعندنا فيها أهداف وطنية كما زراعة الحبوب. وضعية مائية حرجة في مختلف الجهات بما يستدعي العمل على ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المتاحة.